الشيء الذي يبدو لنا أن الذي يميز غالب الأفراد الناجحين عن الفاشلين في الحياة صفتان. الصفة الأولى الصورة الذهنية التي يحملها الناجحون والفاشلون عن أنفسهم. أكو هنالك كلمة جدا لطيفة تقول: قل ماذا تفكر أقل لك من أنت. نظام القناعات أو القناعات، شنو قناعتك؟ نمط قناعات الناجحين حول أنفسهم ونمط قناعات الفاشلين حول أنفسهم تختلف، ونظام القناعات قضية مهمة جدا في تقرير المسير وفي تقرير المصير، بل في تقرير كل خطوة جزئية من خطواتنا. هذا هو الشيء الأول الذي يميز الناجحين عن الفاشلين: الصورة الذهنية، نظام القناعات. الشيء الثاني، هذان جناحان يطير بهما الفرد، يكمل أحدهما الآخر. الشيء الثاني الثبات والمواصلة، ألا يقف الفرد، ألا يتعب حتى الأشياء البعيدة، الأشياء التي تبدو مستحيلة. واحد يتابع ويتابع. الأفراد الناجحون في الحياة عندهم صفة المتابعة والثبات. الأفراد يدخلون في أي مجال من المجالات باندفاع، ولكن شوية شوية هذه الحركة تضعف وتضعف إلى أن تنتهي إلى التوقف. طلاب العلوم الدينية، من الذي ينجح فيه؟ الكثير يدخلون في هذا الميدان، بعد عام، بعد عامين، ثلاثة أعوام، يمكن بعضهم يشعر بالضعف، الضعف النفسي. قد يكون عبقري أيضا، قد يكون نابغة. النوابغ أكثر عرضة لهذه الحالة فيتوقف، بينما ذلك الفرد حتى إذا كانت قدراته محدودة ومتواضعة، الذي يسير باستمرار بالنتيجة يصل بإذن الله إلى الهدف.